السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على محرز، يعني وين الهيصر يعني تبان لهم بلي محرز سوف يعتزل اللاعب الدولي. محرز من محرز من اسبانيا كيما هكا، وما بين كلهم كيما الهيصر الجبناء وين باين لهم بلي سايكي راح المدرب غادي كيسموها غادي اللعب يعتزلوا العالم. وين يعتزلوا؟ وين تشوفوا فيها انتوما؟ سمحوا لي نهضر، نعاود نولي نتكلموا على الهيصر. هادو ناس اللي راهم يشوفوا بلي الاعتزال محرز وباغي محرز يعتزل، بالناصر يعتزل، علاه في طحهم هما؟ زعما هما راهم مزعفانين، الهيصر راهم مزعفانين، بالناصر يعتزل، ماندي يعتزل، كاع يعتزل، هيا كاع نعتزل، هيا كاع نروحوا. راح مدرب يا ولدي الشيطان، منتخب وطني هذا، منتخب وطني جزائري، يا الهيصر يا الهيصر، لعاب يشوف روحو راه يلعب يلعب نورمال، ما يعتزلش كي يعتزل لك نتايا. شكون انت شكون باش يعتزل على وجهك؟ على وجهكم بيعتزل، على وجه بو كلبة ووجه بو سيلمة الكذاب، باغي يعتزل يا الهيصر، نطقت غير هاكا يا نعتزلو ويا نعتزلو، أيا بيعتزلو وصايك مدرب راح صايك حنا بنعتزلو. مأمنين عندك زعما مأمنين، ما شاء الله مأمنين. أمنين بلي اللعابة غادي يعتزلو صايك، مكانش كاع صايك، هيا المهم هيا صايك بيعتزلو، والله العظيم. وين تقرير يكشف موقف رياض محرز في استمرار مع الخط بوصول، يعني رغم أن الإقال رغم الإنسحاب المدرب السابق، يا ودي محرز ميجا كان كاين المدرب هذا اللي راه، ماضي ميجا كان كاين هذا المدرب. بالناصر مي كان كاين هذا قويري، كاع نقولو قويري، قلت تما قويري يعتزل، عوار با يعتزل، ايتنوري يعتزلوا كيما نتوما مي تكذبوا تقولوا المدرب هو جابهم، هو جابهم اي غادي يعتزلوا، غادي يقولوا ما هي وخر وي صايكي، غادي يقولوا وخر، غادي يقولوا وخر. وكشف يعني الموقع الرسمي رياض، يعني رياضي الناطق باللغة الفرنسية، بأن قائد الخط رياض محرز لا يفكر إطلاقا في وضع حد لمسيرته الدولية مع الخط، كما يتم تداوله في بعض وسائل يعني تاع الهيصر يعني منذ خيبة كان كوت ديفوار. وأشار الموقع إلى أن رياض محرز يريد على الأقل المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، فضل عن نهائيات كأس العالم 2026، وهو تحدي أكبر الذي يحلم النجم الأهلي السعودي في تحقيقه. ممكن صاحبي ما يطيقش، ما يوليش ينجم، ما يوليش ينجم يعتزل، هذيك حاجة واحدة أخرى. علاش كل كان يقول باللي في غولي صايب مشى ينجم يمد في غولي؟ أنا نقول لكم في غولي راه من 2020 ما ولاش يمد في غولي، 2000 بعد كاس افريقيا 2019 ولا شي مد صايب في غولي، صايب لي بليسي في غولي، لي بليسي بعد 2019 لي بليسي غبنوه، المستوى تاعو طاح، صايب ما نجمش هنا اللي دار غلطه، المدرب دار غلطه، راح جابه لعب به ماتش دو باراج، يا ودي ما لعبش به، غير جابه هو وكديولا وما نجموش يلعبوا ديك بارتي، ما كنت جبت الناس اللي جاهزين باش تدخلهم يعطوك غلطة دارو، من بعد تيقول لك هاو انتوما أعداء. وأوضح الموقع حسب المعلومات تحصل عليها من محيط القائد رياض محرز أن الأخير لديه رغبة شديدة في صنع تاريخ جديد مع محاربي الصحراء وتحطيم بعض الأرقام القياسية التي اقترب منها، حتى يمحو بها الصورة السيئة التي ظهر بها خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار، إذ كان بعيد كل البعد عن مستواه المحول. يا ودي ماشي قضية تاع مستوى، محرز ماشي قضية، محرز قضية تاع خطة، محرز نتايا لو كيلعب داير لك نتايا واحد أونديكابي على هذاك عطار، أونديكابي داير له منا كان دار معاه لاعبين ما قدموا والو، ما ولاو يقدموا والو اللاعبين اللي معاه، كيما نهار لي كونت موريتانيا
خرج كانت الجهه تاع ادم الوناس، ادم الوناس مع عوار كانت تدور مليح، راح الله خرج عوار دخل ادم الوناس في الوسط كتله بلعوا في كيكوطه، حطه في كيكوطه ودخل بحال اي لعب انت يا ودي. مش قضيه تاع محرز ما عندوش مستوى، غادي تشوفوا اللعب واحد اخر. ولاو مثل الخطه اللي كان يلعب بها المدرب ما ولاش تناسبهم، خطه ولات مكشوفه للمدربين كاع، ما من المدربين تاع المنتخبات الافريقيه ولاو يفرحوا كي يتلاقاو بينا. الشيطان ولاو مدربين على بالك يلعبوا يلعبوا في الدوزيام ميطو على نقطه الضعف تاع المدرب. انا نقول لكم وأفاد المصدر ذاته بأن وضعية رياض محرز مع المنتخب ستتضح عند معرفة يعني بعد معرفة الاسم الجديد المدرب الجديد، والذي ستكون قراراته حاسمة بشأن مستقبل العديد من اللاعبين ممن تقدموا في العمر، غير أن النجم السابق لمانشستر سيتي تبدو حالته خاصة، حيث يرغب بالرغم من بلوغ 33 من عمره إلى أن الاستغناء عن خدماته في هذا الوقت يبدو صعب للغاية نظرا للدور المهم الذي يقوم به داخل التشكيلة الخضر وخياراته. باش يكون على بالكم جماعة، اسكالي غالطين شيطان ناس جايين وبنادم جاي يا خويا. بعد يجي يقول لك بلي يا ودي مع يقول لك مع حارس باع يعتزل في البيت، تسمى كاع يعتزلوا على 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 وجوهكم، على وجوهكم غادي يعتزلوا على وجوهكم. انا نقول لك ها يعتزلوا على وجوهكم خويا على بالنا. يا ربي راني شفت راهم بداو بحملة على سعيد فلاك، راحولو مسكين راحولو. شوف مسيلمة الكذاب قال لهم شيخي سعيد بمكلف بالإعلام جديد خريج قناة الهداف. يا حمار يا يا مسيلمة الكذاب، هذاك قاري هذاك قاري هذاك هذاك خريج مؤسسة الوطنية على سعيد فلاك. من حقه ولا محمد شيخي هدر على سعيد فلاك من حقه، فاهم؟ ولد الحرام وين راحوا له وين هما شو كيفاش يروحوا يضربوا. قال لك لا قبايلي هذا سعيد في الله قبايلي، راك تشوف وين راحوا. يا ولاد الحرام يا هيصر ليشان بصح عن قارب ان شاء الله، عن قارب ان شاء الله، عن قارب ان شاء الله. هاي جاي هاي جاي وانا نقول لكم ايما غادي محرز غادي يعتزل هيثم جبناء فئران غادي يعتزل في وجوهكم او في وجوهكم غادي يعتزل في وجوهكم. ما
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.